السلاحات بالطرق. وهذا هو اليوم اليوم نقاش كبير حول واقع البرلمان وأداؤه ونجاعته وفاعليته، وخاصة بارتباط برئيس البرلمان نفسه. شنو رأيك في المشهد البرلماني اليوم؟ الدعوات لتنحيت، واليوم فما جلسة تقريبا استثنائية لمساءلة، مهما كانت التسمية الرسمية، لكن لمساءلة رئيس البرلمان. شنو رأيك في تنحيت الدعوات لتنحيت رجل الغنوشي من رئاسة البرلمان، الدعوات لحل البرلمان جملة، والدعوات للجمهورية الثالثة؟ ثلاثة مستويات. أنه رئيس البرلمان كرئيس الحكومة أو أي عضو في الحكومة يسأل على تصرف النواب، يروا أنه خاطئ وغير قانوني. بالفعل رشد الغنوشي دخل في صراع عنيف في ليبيا وهنى طرف بانتصاره على الطرف الآخر. هذا مش دور البرلمان التونسي، وهذه مش السياسة اللي المفروض نتفقوا عليها في تونس. هذا تونا نرجع للموضوع، ليبيا على غاية من الخطورة. وبالتالي مساءلته وحتى إقالة رشد الغنوشي عمل معقول، ما فيش حتى شيء. لكن اللي أهم منه، لو كان البرلمان يناقش الوضع في ليبيا ويخرج توصية ها هي